يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما هذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 30-18 الطقس حار، الإسكندرية 24-17 الطقس معتدل، مطروح 23-16، بورسعيد 25-17، الإسماعيلية 30-18. أما عن السويس ف 30-18، العريش 25-16، طابة 32-18، شرم الشيخ 34-24، الغردقة 33-24. ننتقل إلى الأقصر ف 40-24 الطقس شديد الحرارة، أسوان 41-25، الوادي الجديد 37-23، شلاتين 34-20، أخيرا حلايب 29-20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.